متى 14 كلكم عارفينها مش عدد 25 في الهزيئة الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر لما أبصروا التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال من الخوف صرخوا فالوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا في ناس كثيرة بتعيش في المستوى ده مستوى بنغرق وبعد كده إيه يسوع هدانا وقال لنا إيه لا تخافوا أوكي ففي ناس كثيرة بتعيش في المستوى ده وده مستوى حلو سمعت صوت الرب وقال لي لا تخاف بس في واحد بطرس قرر انه مستوى مع ربنا اكيد اكتر شويه وانا عايز الزقه دي النهارده حتى لو انت من الناس اللي بتحب انها تبقى قاعده في المركب ويسوع قال لي لا تخافوا ده حلو ده حلو ده حلو ده حلو ده حلو انا مش بقلل منه بس النهارده نفسي تجرب حتى لو اتبليت بطرس اتبل بس مفيش مشكله تجرب المعروض ليك اكتر ان كنت انت هو اجابه بطرس قال يا سيد ان كنت انت هو مرني ان اتي اليك في الميه ده واحد مش واحد بيزق من اجل اكتر انا عايز اشوف البئر اللي انا مش شايفها عايز اعرف انك موجود في المكان برغم اني مش وانا مش دريان عايز اعرف ان في سهم مفتوحه فوق الحجر اللي انا حطيت راسي فيه برغم اني نمت عادي برغم اني اخترت المكان عادي وده حجر عادي بس عايز ادرك ان في حضورك وعهدك معايا بيفتح المعجزة في الحياة الطبيعية في إنه غراب يبعت لي الفطار ويبعت لي العشاء زي إيليا إنه أرملة هتعمل آخر وجبة وتموت تختبر إن كوز الزيت وكل الدقيق ما ينقصوش علشان بناكل مع بعض إنه عايز أدرك ده روحك عايز أدرك المعروض ليا في المسيح يسوع الاب بيتمجد لما بيستجيب ليك كتير بنصور انه انا محتاج الوي دراع ربنا عشان يستجيب ده مش اب لما قال كده مهما سالتم باسمي من الاب تنالونه لكي يتمجد ايه حد مسيحي هنا دي ايه مشهوره قوي لكي يتمجد الاب بالابن والاب عايز يتمجد في ابنه يسوع المسيح عايز يمجد اسم يسوع فالقصه يسوع الاب عايز يستجيب لان القصه ده بيمجد الله مش بيمجد حضرتك ولا بيمجدني فالاستجابه بتمجد الله محتاج تقدر كده اقول لك فكره حلوه قول يا رب استجيب لي عشان انت تتمجد انت مش محتاج تقولها هو عارف انه هيتمجد بس بطرس زق قال له يا رب حلو قوي انك طمنتنا انت هو لن نخاف المركب مش هتغرق بس ان كنت انت هو مرني ان اتي اليك طبعا في خطوره الخطوره اللي خلى بطرس يتبل انه بص تحت رجليه بص للعيان بص للح بص لواقع رجليه ما بصش لعينين يسوع هنا الخطوره بس خليني اقول لك حضرتك وحضرتك وانا طول الوقت ماشيين على الميه عشان كده بنتبل كتير ويكونش زي ما لو جاز التعبير اتبلينا غرقنا بما فيه الكفايه اتبلينا بما فيه الكفايه يكونش جاء الوقت بقى اللي هنصدق ان لينا ان نمشي على الميه لأنه كل مرة بنبص تحت رجلينا بنغرق كل مرة بنبص تحت رجلينا المعجزة المعروضة لينا بتروح من تحت رجلينا وبنقوم غطسانين بس يكونش بقى جه الوقت أنه أوكي يا رب أنا حزق للغير منظور أنه ممكن رب يتمجد لما بيستجيب محتاج تدرك ده جدا 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 وده معروض ليك حواليك يعقوب قال وأنا مش واخد بالي أتاري الرب موجود في المكان وأنا مش واخد بالي